كيف رح نختم الأسبوع اليوم الخميس والأبراج الـ 12؟ كيف حتكون حظوظة وتحذيرات مدام نجلة قباني لألا صارت جاهزة معنا؟ صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا ورد. صباح الخير يا رنون. صباح الخير للجميع. ضلوا دائما بخير، دائما أيامكم سعيدة، مرتاحين يا رب العالمين، قادرين ترتبوا أموركم على كل الأحوال. اليوم 26، اليوم 25 6، تمنياتي للجميع بالسعادة. 25 حزيران طبعا. اليوم باشر زهرة تقدم في برج الجوزاء، وهو أول الكواكب التي تتقدم عموما، كونك أغلب الكواكب عم تتراجع. مشتري عم تراجع في برج الجدي، زحل يتراجع في برج الدلو، العطارد يتراجع في برج السرطان، هلأ الزهرة باشر تقدم، إضافة إلى تقدم المريخ طبعا في برج الحوت. هلأ أكثر الناس المتعبين بهي الفترات أنا برأيي هن مواليد برج الحمل، برج الجدي، إضافة إلى برج العذراء القوس والحوت على المستوى الصحي عموما طبعا، والجوزاء على المستوى الصحي. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عنده فرص جيده حسب امكانياته طبعا، في نتيجه ايجابيه، في شيء ممكن يكون مصدر سعاده لك، هو خبر، هو لقاء، هو وعد، احيانا هي كلمه حلوه، هي قصه عاطفيه. على كل انا برايي بتقدم الجوزاء الزهره في برج الجوزاء عم بيخلي مولود برج الحمل بقى تتحسن اموره المهنيه والعاطفية. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم الأمور بالنسبة لك أخذ طابع عناد أو عدائية أو أخبار ما كتير مريحة. هلأ أنا برأيي اليوم حاول أنك ما تعاند من أمور صغيرة، لأنه أنت هيك لك هاي العادة، من أمور ما عجبتك بتكون القصص هون، بتروح هون بتعاند، يعني أنت مو بتعاند على نفس القصة، أنه خلص في شيء مضايقك أو زعجك الآن أو شوي متوتر، ما بعرف، ممكن من قصص عائلية، ممكن من قصص شخصية، وممكن طبعاً شيء بالعمل، بس بالغالب يوم يوم للأخطاء أو للتصرفات العفوية منك أو من الناس اللي حواليك. مولود برج الجوزاء اليوم سعيد بما يحققه خاصة على مستوى أموره الشخصية. اليوم يوم فيه حركة، نشاط، علاقات عامة، تواصل، عم بيشوف ناس، عم بيودع ناس، عم بيكون سعيد بمن حوله، ما أنه يوم أبداً للعصبية ولا أنه يوم للعرقلة، تحس إنه الأمور عم تكرج هيك بسرعة والأمور لك ماشي حالة. يوم قادر تنظم أمورك وتكون سعيد مولود برج الجوزاء بما يحصل حواليك، غالباً في خبر ممكن يكون سعيد اليوم لك. عزيزنا مولود برج السرطان، غالباً عم بناقش ببعض الأمور المالية، والحقيقة في ترتيب لأمورك المالية هاي الفترات، قصدي حظوظ مساعدة لترتب أمور مالية. هلأ قد ما بقدر أنا هذا الأسبوع كله، لأنه أنا قلت لك أنه هذا الأسبوع يفترض الأفضل، قد ما بتقدر حاول تشد بترتيب أمورك، سواء بأنك تطلب مساعدات، سواء تحط ورقة وقلم وتنظم ترتب أمورك، سواء أنك تعيد هيكلية حياتك، تشوف شو هو الضروري اللي لازم أعمله أنا بهي الفترات، لأنه الحظوظ مساعدة. هلأ المشكلة أنه أنا ما كتير بشوف الحظوظ مساعدة من هون للتاسع، تراجع المشتري، تراجع زحال ما عم بيخلي الأمور تعتبر الأريح لمولود برج السرطان. مولود برج الأسد فايق بكير وعنده تفاصيل صغيرة عم بيفكر فيها، بس اليوم له علاقة بالنشاط. هلأ أنا بظن أنه اليوم رايح على قصة مهمة، عم ياخد قرار مهم، الطرف الآخر اليوم لمولود برج الأسد منفتح، محب، في مودة بينه وبين الآخرين، في اتصالات سعيدة، يمكن أنت عم تستفيد اليوم من محبة المحيط، عم تشرح وجهة نظرك بشكل إيجابي، ذهنك اليوم متقد، يعني يوم أنا بعتبره القرارات بامتياز. على كل، أنا لازم أعمل هيك، أنتوا لازم تعملوا هيك، يعني هذا القرار لي، يعني الحد أنه أنا لازم أعمل كذا. هلأ على كل الأحوال، يعني من المفيد لما بدنا نعمل قرارات أنه نحن نكون شوي لطفة مع الناس اللي حوالينا. عزيزنا مولود برج العذراء، خلي الآخرين يكتشفوا أخطاءهم بمفردهم. يوم ما كتير مريح لك، من امبارح لليوم هاي الأيام أنا بعتبرها شوي للنميمة أو للتعب، مع أنه اليوم طبعاً أفضل، يعني اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، خاصة إذا يعني حكيت قليل وسمعت كتير. هلأ كلما تقدم النهار كلما الأمور أكثر نشاطاً وأفضل بالنسبة لك، وغالباً هذا الأسبوع القادم المولود العذراء عم بيغير شيء بنمط حياته أو بنوعية حياته، ابتداء من الطعام اللي عم ياكله وانتهاء بالقرارات اللي عم ياخذها.
مولود الميزان يوم للاجتماعيات بامتياز، للتعارف أو للقاءات أو للعلاقات العامة مع الآخرين. غالباً عم تقوم بواجبك بطريقة إيجابية، عم تعمل صداقات جديدة، يمكن ناس أنت أهملتهم أبعدتهم عن حياتك، ممكن هاي الفترات عم تسترجع علاقتك فيهم، يعني ممكن تجمعات، ممكن تطور بعلاقاتك. للحقيقة أكثرنا تعباً اليوم هو مولود برج العقرب، رغم أنه أنا بقول اليوم أفضل من اليومين الماضيين، بس لسه بالأمور في نوع من أنواع الخلافات أو النزاعات، لسه الأمور ما كتير مستقرة، وارد أنه يكون في أخطاء غير مقصودة منك من محيطك، وارد يعني اليوم في خطوة خاطئة، ممكن ردك الانفعالي أكيد حيعمل لك مشكلة أكبر فيما لو أنه يعني خطوة صارت خاطئة، كلمة غير مقصودة، بس ردودك هي اللي ممكن تعمل مشكلة حقيقية اليوم. هلأ أنا بقول اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس مع ذلك لسه الأمور مانا كتير مستقرة، استنانا لبكرة على كل الأحوال. مولود برج القوس لأ اليوم بالنسبة لك جيد، عم تحاول أنك ترتب أمور، والحقيقة الحظوظ اليوم مساعدة، خاصة أنه أنت عم تعمل قصة كأنه خارج مؤسستك، خارج عملك الأساسي. أنا بظن في شيء مختلف عند مواليد برج القوس عم بيعملوه بهذه الأيام، والحياة هي هاي الفترات لو أنه شوي ملبكة عموماً، أنا عم بحكي مو اليوم، بس هو عم بيحط دعامات صحيحة بحياته العملية، في صداقات أو في عقد أو في ورقة أو في قصص العلاقة بإجابة بالقبول أو بالإيجاب على قصة ممكن تكون كانت قلقتك. نفس الشيء عند مولود برج الجدي، اليوم عم بيخوض حوارات عميقة مع الآخرين وعم بيلاقي حلول الحقيقة، خاصة على صعيد معنوي مادي، مساعدة، كلمة حلوة، مدح، تشجيع، كل هاد وارد اليوم على كلين. أنت تعتمد على أصدقائك، مع أنه مولود برج الجدي آخر حدا في الحياة يطلب مساعدات من الناس الحواليه، بس أنا بقول اليوم الأمور جيدة يعني بالمجمل، وحاول تستفيد من هاي الأيام، مو بس يعني مبارح، اليوم، بكرة، بعد بكرة، هدول عندك 4 أيام للتغييرات باتجاه الأفضل، ولتحسن أمورك ولتشعر أنك محبوب من الآخرين. اللي عنده تأجيل أو تأخير أو نوع من أنواع العصبية هو مولود برج الدلو، أخطائك عم بتسبب لك بمشاكل، والحقيقة هي كلمة عصبية نوع من أنواع الصدام مع محيطك، والمشكلة إنه محيطك القريب، نحن دائماً بنتخانق مع محيطنا القريب لأنه منظن إنه حيستحملونا يعني بالمجمل، هلأ حيستحملونا بس يعني ما نزيد الجرعة على كل الأحوال. يوم فيه نوع من أنواع التأجيل التأخير، نوع فيه عدم مبالاة أو عدم اهتمام، يمكن أنت حاسس أنه الناس ما أنا مهتمة فيك كما يجب، أو عم بتشوف الأمور اليوم مولود برج الدلو على غير حقيقتها. هلأ أنا ما بتمنى على كلن، حاول أنك تخفف صداماتك لأنه أصلاً اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس بدك للمساء لتكون أمورك أفضل. 100,000 قصة شاغلته لمولود برج الحوت، والحقيقة اليوم عابس بوشنا ونازل فينا أفأفة. هلأ أصلاً مولود برج الحوت دائماً حدا حساس أكثر مما يجب، ضيق الخلق، أي شيء ممكن يزعجه ويضايقه ويحسسه أنه خلص بعده عني، حلو عني، أنا بقعد لحالي، أنا برتب أموري لحالي. اليوم بقى طول ما أنت بتتشاطر وبتحابي بترتب أمورك لحالك، خلص شغلك حتى لو كان اليوم بدون مساعدات، لأنه أعتقد أنه اليوم أبداً ما في مساعدات عند مولود برج الحوت، شغله كتير وما بعرف إذا عم بيداوم بدل حدا مثلاً، وارد لأنه يكون عنده قصص العلاقة بشغل كتير. مولود 25، كل عام وأنتم بخير وتضلوا دايماً مبسوطين. يعالج الأمور بسطحية، ليس عن سذاجة وليس عن غبا، لا، بس هو حدا خويف من أنه دغري ياخد قرار، لازم يدرس 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 بعدين ياخد قرار. هو بيخاف الحقيقة من الأخطاء عموماً، هو حدا أصلاً دائم القلق، ظله بيعمل له قلق، إذا بتكون يعني ظله هو بيعمل له قلق، فما بالكم الآخرين، على قال على حكي على ما مزبط زبط، يعني هاي الأمور دائماً تعمل له بعض المشاكل، هو أصلاً حساس زيادة عن اللزوم. طبعاً حدا عنده ابتسامة طيبة، عنده مرح، محب للأصدقاء، محب للسفر، محب للجنس الآخر، يعني علاقاته بالجنس الآخر دائماً يحرص أن تكون جيدة ومحبوب من أصدقائه. سنة أنا بعتبرها كتير مهمة بالنسبة لك، مع أنه ما كتير مرتاح بالعمل، إلا أنه أنا بظن أنه في تغييرات هذا العام، مو الشهر هذا، الشهر اللي بعده اللي بعده، يعني المتبقي من السنة بالمجمل لتغييرات، بترقية، بسفرة، أو بقصة العلاقة بأوراق ممكن تكون سعيدة بالنسبة لك،
أو إيجابية. إن شاء الله الأيام سعيدة وللجميع. آمين يا رب. شكرا كثير. صباحك شكرا كثير لك يا مدام. هذا كان كل شيء مشاهدينا بحلقتنا بختام هالاسبوع. بنرجع بنلاقيكم يوم السبت. بدنا نوصي حالنا ونوصيكم، فيروس كورونا لم ينتهي بعد للاسف، ونحن بمرحله من التفشي صنفتها منظمه الصحه العالميه وايضا وزاره الصحه انه حرجه جدا. يوميا تقريبا عم نسمع باصابات وعم تفوق 10 اصابات، فبدنا نكون واعيين جدا مننا ومن كل المشاهدين. تبقوا بألف خير. الله يحميكم يا رب. نشوفكم السبت. باي باي. رجعت الركوية.